بما اننا بنتكلم عن الكتب التاريخيه وكتابنا النهارده فيه كتير من المعلومات التاريخيه، تعالوا كده نشوف مع بعض التقارير ونرجع لحضراتكم بعد التقرير على طول. على اسم مصر التاريخ يقدر يقول ما شاء، جملة نحفظها عن ظهر قلب للشاعر الكبير صلاح جاهين، أراد أن يعبر من خلالها على عراقة التاريخ المصري وثرائه بالحكايات والأمجاد. وقد أبدع كثير من الكتاب المصريين في الكتابة عن التاريخ، وكان دائماً يشغلهم سؤال ماذا جرى في الماضي؟ كانت الإجابة تدفعهم تارة إلى التخيل وتارة أخرى إلى التحليل والتفسير. من أهم الكتاب المصريين الذين كتبوا في التاريخ أديب نوبل الكاتب الكبير نجيب محفوظ، حيث بدأ مشروع نجيب محفوظ الروائي بالعودة إلى التاريخ القديم، ومن رواياته التاريخية رادوبيس وكفاح طيبة. من الكتاب الذين جذبهم سحر الماضي والتاريخ أيضاً الكاتب عبد الحميد جودة السحر، من مؤلفاته أحمس بطل الاستقلال ورواية أميرة قرطبة. ومن رموز الكتابة التاريخية الكاتب الكبير جمال الغيطاني الذي استمد معظم أعماله من وقائع تاريخية، ومن أشهر أعماله التاريخية رواية الزيني بركات وكتاب ملامح القاهرة في 1000 سنة. وفي عصرنا الحديث تنوعت أيضاً الكتابة التاريخية، وأصبح هناك كتاب مشهود لهم بالبراعة فيها، من أبرزهم الكاتب الكبير أشرف العشماوي، وكذلك الكاتبة الدكتورة ريم بسيوني الذي يعد التاريخ هو ملهمها الأول، ومن أعمالها التاريخية رواية القطائع ثلاثية ابن طولون ورواية الحلواني ثلاثية الفاطميين. وسيظل التاريخ ملهماً لكل كاتب ومنجم أفكار لقصص وحكايات عديدة.